البيدات ديالي، الغزالات ديالي. ايه جيت تاني ما جيتي بيدياتي خاويين، مستحيل تاخدي هاد الوصفه ديالي تاني اليوم وما تقولي لي راه ما تزادنيش الصدر، ما تزادنيش الارداف، ما تزادونيش المناطق الانثويه في مده 10 ايام. انا كنقولها لكم البنات، مده 10 ايام غادي تولي في واحد الوزن مثالي. ولكن البيدات ديالي ما تنسونيش اللايك الى عجبكم الفيديو وبالبارطاج باش هكا تعمل فائده والناس تدخلهم الفرحه لقلوبهم. خليكم معايا. السلام عليكم كبيدات ديالي، السلام عليكم يا اغلى وارقى واحسن متتبعات عندي ومتتبعاتي متتبعات قناه كوتر فلوكس. نبداو النهار ديالنا ولا فيديو ديالنا بالصلاه والسلام على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير. واش كتعاودوا؟ كي دايرين وليداتكم؟ كي دايرين نتوما؟ ربي يخليكم. شكرا لكم على التعليق ديالكم، على التشجيعات ديالكم، على اللايكات ديالكم، على اي حاجه، اي كلمه قلتوها حق الله لا يخطيكم عليا والله يكبر بكم. اليوم ثاني نهار جديد، فيديو جديد تحت طلب الكبيدات ديالي. كيف ما كنقول لكم ديما، اي وصفه كنحط في القناه ديالي وانا فخوره بها وكتكون تحت الطلب الكبيدات ديالي، واي واحد جرب الوصفات ديالي الحمد لله كتعطيه النتيجه وكيرجع عندي الفيديو قديم والحمد لله كيلقى عليه الشفاء ديالو. كل واحد له وصفه اللي كتوافقوا، كل واحد الذات والهرمونات ديالو اشنو كتوافقوا. بالنسبه للكبيدات ديالي الا عجبكم لا فيديو غادي يعجبكم اكيد. ما تنساونيش باللايكات، واللي اول مره كيتصادف مع القناه ديالي مرحبا والف مرحبا، بالضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والكبيدات ديالي اللي كيحمقوا عليا وكنحمق عليهم عفاكم، ما تنساونيش باللايكات ديالكم وبالبارطاج باش هكا يوصل الفيديو لاكبر عدد ويستافدوا منه اكبر عدد. والكبيدات ديالي دوك النحيفات الرقيقات حتى هما يستافدوا ويفرحوا ويدخلوا الفرحه، حيتاش كيجيو بعد لي كومونتير الناس اللي غلاظوا فيهم السمنه كيقولوا احنا غلاظ وبغينا نضعفوا. راه كاين فرق بين الضعف وكاين فرق بين النحافه الشديده. بالنسبه خصكم تعرفوا واحد الحاجه، ان النحافه حتى هي مرض، ومرض صعيب وكيسبب المرض اللي كبر منه هو مرض نفسي. كتولي مرض ياش بالجسم ديالك، ما قدام الناس، قدام الجيران، قدام صحابات، قدام اهل الزوج ديالك وبزاف ديال الحوايج. يعني هذاك مرض كثار من السمنه. لما البنات كاينين وصفات اللي طبيعيين حسن من اي حاجه ديال يعني حاجه اللي كتكون مصنعه اولا ديال الصيدليات، حيت الصراحه كتغلاضي كتمشي بحال ما درتي والو. المهم كبيدات، اليوم وصفه تحت طلب الكبيدات ديالي. قالوا لي كوط الله يعطيك الستر، اشنو كتعرفي على البكبوكه؟ اولا عطينا الطريقه الصحيحه ديال البكبوكه. حيت اش هي كبيدات؟ البكبوكه عشبه رائعه بحال 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 اي اعشاب اللي كتغلط، فعلا كتغلط. ولكن خصكم تعرفوا واحد الحاجه، الا ما عرفتوش طريقه الاستعمال ديال البكبوكه نهائيا واش تغلطكم، حيت فيها اي اصلا انواع. ولا بغيتي تشريها كاينه الحلوه وكاينه المره، يعني الا بغيتي تشريها خصك تكوني اولا تكوني عرفتي اشنو غادي تشري، خصك تعرفي طريقه الاستعمال ديالها باش تعطيك النتيجه. داكشي باش جبت لكم اليوم وجيت نتكلم لكم على البكبوكه. البكبوكه الكبيدات ديالي كيكون الصوره ديالها بحال هذا الشكل، وهي عشبه رائعه كانوا تيتداو منها من القديم الناس اللي عندهم مشكله النحافه، ما عندها حتى شي اضرار بحثوا على الكبيدات. انا ما كنصحش ليها، فقط للحوامل والمرضع فقط هما اللي ما نصحهمش بها، حيتاش الجنين اي حاجه راه الحلبه ممنوعه للحامل. اي حاجه طبيعيه كتكون شويه سخونه، كتكون بزاف ديال الحوايج ممكن تسبب لك الاجهاض، وكذلك فاش تكوني تترضعي ممكن تسبب لك الطفل ديالك الاسهال اولا بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش كنقولوا ممنوع، ماشي يعني كنمنعهم يعني هما خاطرين، لا بالعكس. بلا ما نطولوا كبيدات نمشيو نيشان المكونات اللي عندنا في الوصفه ديال اليوم وطريقه الاستعمال، واكيد اكيد غادي تعطيكم النتيجه. وما تنساونيش كبيدات كي قلت لكم باللايك. يلا ندوز على بركه الله في اول مكونات ديال وصفه اليوم. بسم الله على بركه الله في اول مكونات اللي ذكرتها لكم الكبيدات، وهي البكبوكه. بالنسبه للبنات البكبوكه نخلي لكم الصوره ديالها، حيتاش انا هنا ديجا مطحونه حيتاش تكون شويه قاصحه، يعني طحنتها انا عند العطار. بالنسبه للبكبوكه عندها اسماء اخرى اولا في بلدان اخرين كيقولوا لهم مسكوده اولا تلغوده، يعني عندها اسماء اخرين من غير البكبوكه. هي معروفه بالبكبوكه ولكن كي قلت لكم كاينين اسماء اخرى الناس اللي ما عرفوهاش سميتها سكوده، والصوره ديالها غنخليها لكم. بالنسبه للكبيدات ديالي المنافع ديالها واعره 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 لعلاج مشكل النحافه الشديده. كتغلظ البنات، ولكن كي قلت لكم خصكم تعرفوا لها طريقه الاستعمال ديالها باش تعطيكم النتيجه. البنات بالنسبه للثمن ديالها
اللي ماشي باهظ الثمن، رخيصه بزاف من با 5 دراهم، وتقوليها ليه يطحنها ليه قدامك البنات. ويلا عندك الطحانه جيبيها حتى للدار وطحنيها. بالنسبه للبنات كيف ما كتشوفوا معايا راني وريت لك في الصوره على هذا الشكل. هذا هو اول مكون الكبيدات. كناخذوا ثاني مكون اللي كنستعملوه معاها وهو الحليب. بالنسبه للحليب، حليب سخون، هذا افضل وصفه للبكبوكه، ما كايناش شي طريقه اخرى نهائيا، حيتاش كتخاد مع الحليب سخون باش تعطيك النتيجه. الا ما خديتيهاش مع الحليب سخون ما كتعطيش النتيجه. بالنسبه للانواع ديال البكبوكه، كاينه الحلوه وكاينه المره. بالنسبه للكبيدات ديالي، الحلوه هي اللي كتستعمل على هذا الشكل اللي كتكون بحال هكا، تشربيها مع الحليب، يعني شي حاجه اللي كتكال وكتخاد. بالنسبه للمره، المره كتخاد الوصفات الموضعيه، يعني اذا بغيتوها للدهن او التسميل الموضعي، يعني تخلطيها مع نيفيا او لا تخلطيها مع زيت الحلبه، كذلك كتعطي نتيجه. ولكن تقولي ليه تعطيني البكبوكه المره ماشي الحلوه، الله يعطيكم الصحه، خصكم تفرقوا بيناتها. وكذلك راه العشب كيعرف انهم عندهم فرق بيناتهم. بالنسبه لهنا الاكل او للاستخدام تاع الاكل، كتخاد الحلوه. المهم الكبيدات، كتاخدي كاس ديال الحليب يكون سخون، يعني الا قلت لكم سخون البنات حتى فاض، ولا كان ويكون حليب كامل الدسم باش يكون عندنا زايدين عنده الدهنيات، زايدين السعرات الحراريه. صافي البنات، كتاخدي اول حاجه كتاخدي ملعقه كبيره من البكبوكه او السكوده، كتضيفيها على داك الحليب اللي تيكون لينا سخون البنات، وتنحركوا مزيان. بالنسبه لتاني مكون اللي ضروري تخلط معاها، ومن الاحسن الوصفات اللي صراحه عطيتها للبنات وعطاتهم نتيجه، وقلت نبارطاجيها في القناه ديالي. البنات راه ما كنعطيش الوصفه هكاك بلا ما نكون فرحانه ومتقنه منهم، تحديه اي وحده تجرب الوصفات ديالي وما يعطيوهاش نتيجه، وبالفعل كيعطيوهم نتيجه وكيرجعوا الفيديوهات قدام، والحمد لله كيلقاو عليهم الراحه. كي تنقول لكم كل الهرمونات ديالو، وكاين اللي الوصفه كتوافقوا في سيمانه، 10 ايام، 20 يوم، شهر، ولكن الحمد لله كتبقاي في الوزن اللي بغيتي، ما كترجعيش تفشي ثاني، كتبقاي سمينه وكتبقاي عندك مؤهلات الانثويه. البكبوكه واعر البنات في تكبير المناطق الانثويه، الناس اللي ما عندهم الصدر، الناس اللي ما عندهمش المؤخره، الصيقه، الليديات الوجيه، كتغلط نهائيا الكرس. داري بكريشه ما تلقاوش نهائيا، ونتحدى اي وحده تجرب هذه الوصفه وتقول لي راه كبرت لي الكرش نهائيا البنات. واش كتزيد في الكرش؟ بس كتزيد انها تتكبر لك، تتعمر لك الوجيه، وكترجعوا لك مدور الحنكات، وكذلك تكبر الارداف والصدر والمؤخره والسيقان ديالنا. وهذا جدي لكم الكبيدات، كان بشويه نبسط معكم ما نكونش جديه بزاف. المهم البنات، ثاني مكون اللي غنبارطاجيه معكم اي نوع، ما بغيتش نوريكم انا الماركه. المهم البنات، الشوكولات غبره، الشوكولات غبره اللي كناخذوه مع الحليب، ماشي داك الحار، الشوكولات غبره اللي كناخذوه مع الحليب. المهم انا غادي نوريكم، يعني ماشي للاشاره ولا شي حاجه، وانما اي ماركه، ولكن هذا هو احسن الماركات لا بالنسبه للشوكولات ديالو لا بالنسبه لاي شيء، ماركه مزيانه. غتاخذي الكبيدات ديالي، جهد ملعقه صغيره، يعني النصف ديال هذه الملعقه كبيره، جهد ملعقه صغيره بحال هكا، وغادي تضيفي على هذاك الحليب السخون، وتضيفي على البكبوكه على هذاك الحليب، نخلطهم مزيان. من بعد دابا كبيدات ترجع معكم لطريقه الاستعمال. كبيدات ديالي صافي، رجعت معكم من بعد ما ندوبوا المكونات بالنسبه لطريقه الاستعمال. ونتمنى الكبيدات ديالي تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا طريقه الاستعمال، وكذلك الكلام اللي كنقول لكم راه حتى هو مهم، راه ماشي ديروا هكا، مهم الكبيدات. بالنسبه لطريقه الاستعمال، بالنسبه للناس اللي نحيفين بزاف 35 40 44، احسن هذه الوصفه تاخذوها جوج المرات في اليوم من بعد الفطور واخر حاجه حتى تبيعو تنسو، ضروري ديك اخر حاجه قبل ما ديري اي مجهود، ومن الاحسن من بعد الفطور اولا من بعد الغداء حتى تبي ديري لا سياست ولا تكملي شقاك وداكشي، يعني تاخديها، يعني ما ديريش شي مجهود من بعدها باش تعطيك النتيجه، وكذلك قبل النوم. بالنسبه للناس اللي هكاك 50 بيكملوا ديك 60 70 داكشي، من الاحسن ياخذوها مره في اليوم اخر حاجه قبل النوم، اخر حاجه كي قلت لكم قبل اي مجهود، لمده 10 ايام، ما تكتروش من 10 ايام. الا ما عطيتكش النتيجه من 10 ايام، ما يمكنش انك ما تغلاضيش وما تزاديش في الوزن. كي تنقول لكم اي وصفه قبل ما تجربوها، زيد عبروا شوفوا قبل
وشوفوا من بعد 10 ايام من بعد متابعه والاستمراريه. ما تقولوش لي الكبيضه نهاريه ونهار لا وتقولي لي تعطيك نتيجه. استمرها لمده 10 ايام هذه الوصفه كما درتها لك، ورجعي عندي الكومونتير وقولي لي انها ما تزادتك في الوزن. مستحيل انك ما تزاديش في الوزن، وزن اللي يولي عندك مثالي، صدر مثالي، مناطق انثويه اون جينيرال مثاليه. نتمنىكم الفيديو ديالي يعجبكم، لا فيديو ديالي واكيد غادي يعجبكم، وكنحماق عليكم وكنموت عليكم، وكنكون فرحانه فاش غادي نجي لكم بحال هادشي غادي، لانني كندخل الفرحه لقلوب بزاف ديال البنات. الله يفرح اي وحده، الله يعطيك اي وحده ما تمنات في خاطرها الهنا، ختكم عليا وكنموت عليكم. فيديو قادم ان شاء الله. سلامه.